السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج اسمه سي راك، ده عبارة عن ايه؟ ان انت تدي الموقع وهو بيبدأ يحمل لك الموقع كله على جهازك بحيث ان انت تقدر تتصفحه حتى لو انت ما عندكش نت. وده كان بس زمان لما كان عندنا نت القديم، فكنا نشوف حد عنده نت سريع بنسطب عنده البرنامج ونحمل موقع كامل ونبدأ نصفحه. زي مثلا انت تحمل موقع ويكيبيديا ويبقى معاك كله وتقدر تصفحه زي ما انت عايز. اول ما بتفتح تقول له نكست، بتحدد اسم المشروع وليكن مثلا بيم اريبيا، وهنا البروجكت كاتيجوري، وهنا هتحط مثلا في اني فولدر ونكست، وبعد كده بتبدا تكتب الادرس بتاعك www.bimarabia.com. تمام، وتشوف بقى الاوبشن لو انت مثلا عايز فيديوهات بس، عايز الصور بس، وهكذا، وتقول له نكست وتقول له فينيش.